بعتذر منكم. مدام مدام معلش، هون باركينج للرجال. انت كمرا ما لك حق تصفيهم. للرجال بقى؟ نعم. روح لهوني. مدام بدي اعتذر منك. ليه؟ هون باركينج للرجال. ياه. ممنوع. ليه؟ معلش معلش بدنا نصفها هون. كله للرجال؟ ايه. شو عم تحكي؟ قررنا نعمل مواقف بس للرجال، خلص. دبروا حالهم. صح يا زلمة. بشرفك هيك سارة؟ مدام انا ما بقبل محلك. ما رح شيل السيارة، ما في للنساء، فرجيني ضلني وين؟ ما سارة معك من قبل. لا ما بدي بيعتبرني رجال. هذا العنوان اليوم ورايح. نعم. جد هذا الشيء كثير. شو بدك تخدم محل الرجال يعني؟ بتعرفي ما عندنا رئيس جمهورية، بتجيبوا رئيس جمهورية؟ مرة أساس المجتمع، روح يا عمي روح رامي الكتب روح. كتب ايه كتب. أحب اللي بعته. فرجيني الإيكو ما عنده. ليش وين شفت ما عنده؟ دليني. اتركونا نحن نحكم وشوف وين بنصير لقدام. هلا برايك الرجال هو اللي قايم بالدنيا كلها؟ باي مجتمع متخلف عايش حدا؟ مدام ليه ما بتعملي وزيره هالقد قويه لكينا؟ فوتي بالبرلمان غير قوانين. بس وين موقف النسوان؟ دلنا موقف. انتوا بتعملوا موقف طفلوا. عفوا دمازال. ما رح شيلها، ما رح شيل السياره، ما رح شيل السياره، هون بدها تضل، فرجيني شو فيك تعمل؟ حقي مثل حقك. بدي صف هون وبدي صف هونيك وبدي صف مطرح ما بدي وما إلك معي. عم بيتعدوا على حقوقك؟ ما تسكتي لما يخدولك محلك بأماكن صنع القرار. المشاركة حق، صار بدها موقف. مدام بعتقد معك بنت.